للحديث عن مشروع طريق التنمية الذي أطلقته حكومة السودان والتحديات التي تواجه تنفيذه، معنا من لندن الخبير الاقتصادي الأستاذ زياد الهاشمي. أستاذ زياد، بداية مرحبا بك. ما حقيقة مشروع طريق التنمية الذي دائما ما تركز حكومة السودان عليه؟ نعم، تحية طيبة لكم وللمشاهدين الكرام. بالتأكيد هذا يعتبر هذا المشروع يأتي في سياق ما يبدو توجه الحكومة العراقية لإطلاق أو تحريك عجلة التنمية داخل العراق، فهذا المشروع يعد جزءا من هذه الحملة. بالتأكيد العراق يحتاج حقيقة لإطلاق عجلة التنمية، لإطلاق الصناعات، تحريك القطاع الصناعي والتجاري والقطاع الخاص، يحتاج إلى منظومة طرق حديثة، إلى منظومة السكك الحقيقة ترتبط مع الدول الأخرى. لكن المبالغة التي نشاهدها اليوم من قبل الحكومة العراقية وفي خلال ما عرض في المؤتمر الأخير يوم أمس بأن هذا الخط أو هذا الطريق طريق التنمية سيعمل على تغيير منظومة النقل الدولي العالمية، هذا الحقيقة كلام فيه من المبالغات ومن المغالطات حقيقة. نحن في كخبراء في منظومة النقل الدولي نجد أن مسألة يعني تغيير منظومة النقل ليست بهذه السهولة. لا توجد دولة في العالم، لا يوجد كيان في العالم، لا يوجد مسار في العالم يستطيع أن يغير منظومة النقل بهذه السهولة. العراق اليوم يقع جغرافيا داخل خليج مغلق، الخليج العربي هو خليج مغلق والعراق في قمة هذا الخليج. المسارات البحرية الدولية الرئيسية التي تربط بين آسيا وبين أوروبا تسير بعيدا حقيقة عن المسار عن الموقع العراقي، وبالتالي حرف هذه المسارات وإدخالها داخل خليج مغلق ستؤدي إلى خسارات كبيرة وإلى تعطيل لسلاسل الإمداد العالمية وإرباك كبير الحقيقة، وبالتالي ليس يعني العالم غير مستعد الحقيقة لتغيير طرق أو أنماط النقل في العالم يعني بسبب أن العراق اليوم افتتح خط جديد. لكن مع ذلك ربما هذا الخط يفيد داخليا لتغذية الصناعات مثل ما ذكرت. طيب أستاذ زياد، كيف للحكومة أن تعطي مشروعا بهذه الضخامة لشركة مختصة بالمصافي وغير مختصة بالنقل؟ كيف ذلك؟ نعم، هذه من الملاحظات وعلامات الاستفهام الكبيرة التي وضعت على أداء الحكومة وطريقتها في إدارة ملف هذا المشروع. عادة في مثل هذه المشاريع، ونحن نأخذ في نظر الاعتبار مسألة مهمة، وهي أن العراق على طوال 90 سنة الماضية كان معزولا عن منظومة النقل العالمية. اليوم العراق يحاول أن يكون. نعم أستاذ زياد، فقدنا الاتصال ربما بالأستاذ زياد الهاشمي. إذا ربما نعاود الاتصال بالأستاذ زياد الهاشمي مرة أخرى. إذا مشاهدينا الكرام، متواصلين معكم بتقديم بانوراما رفيعي. عاد معنا مشاهدينا الكرام الأستاذ زياد الهاشمي الخبير الاقتصادي. أستاذ زياد، يعني هلأ أكملت لنا الفكرة، عندما تعطي الحكومة مشروعا بهذه الضخامة ترصد له هذه الأموال الضخمة لشركة في المصافي وليس لشركة في النقل. نعم، يعني مثل ما ذكرت أنه هذه من العلامات الاستفهام الكبيرة على أداء الحكومة وإدارتها لهذا الملف. عادة في مثل هذه المشاريع الضخمة تعطى أو تكلف الدول شركات متخصصة دولية مختصة في عمليات إدارة ودراسة طرق النقل الدولي، ولا سيما طرق النقل المتعدد الوسائط، الانتقال من عملية النقل البحري إلى النقل البري وهكذا. هناك شركات وأسماء كبيرة معروفة عالميا ولديها مشاريع ولديها تاريخ في هذه المسألة. الحكومة تركت هذه الشركات واتجهت إلى شركة إيطالية مغمورة تسمى شركة PEG وكلفتها بإدارة هذا الملف. المشكلة التي تؤشر أن هذه الشركة أنتجت دراسة جدوى تشير إلى جدوى هذا المشروع وإيجابيته. هذا يعطينا، رغم أن هذا يخالف دراساتنا نحن كمتخصصين كباحثين نعمل في هذا المضمار من عشرات السنين، يخالف جميع أبجديات ومتطلبات النقل الدولي. هذه الشركة يبدو أنها كلفت بإعداد دراسة جدوى توافق رغبة بعض الجهات السياسية وربما بعض الجهات الحكومية لتمرير هذا المشروع.
بدون دراسة جدوى إيجابية لهذا المشروع لن ينمو هذا المشروع. لذلك قبل قليل في أحد اللقاءات نصحت رئيس الحكومة بشكل مباشر، ذكرت له أنه إذا ترغب بنجاح هذا المشروع عليك تكليف شركة متخصصة جديدة لإجراء دراسة جدوى حقيقية وأن ترتبط مباشرة بك، وإلا فهذا المشروع سيفشل فشلا ذريعا. نعم، شكرا جزيلا أستاذ زياد الهاشمي الخبير الاقتصادي، كنت معنا من لندن.